ما طيبها التابول يصدموا ايديك. الله يسلمك. يا سلام، بس منيح اللي ما خليتي وفاء تساعده. ليش بقى؟ لانه كانت فرمت البقدونس بلا غسي. فعلا فعلا الله يعينه اللي بده ياخذها لوفاء. فعلا بالفعل، لانه اذا ما مات متسمم رح يموت بالكوليرا. انا اصلا وقت فكر بالزواج ما رح اخذ غير واحد مثلي مطبل مزمر ومو سائل عن هالدنيا. هيك مبدئي بالحياة، إلك عمر بتعيش، ما لك عمر بأهون سبب بتموت. صحيح وفاء، ما أن الأوان لسا؟ على شو؟ يعني أنت العزبة الوحيدة بيناتنا وأصغر وحدة فينا. مو كتير الفرق، أبو سنتين ثلاثة بس. والله مع حق أم عبيدة، يعني منظرك منو بنو مو حلو بيناتنا. بالفعل نشاز كتير، ولذلك رح نعطيكي مهلة 6 شهور، يا أما بتتجوزي يا أما بنحليلك من الشلة. أنا ما رح أتجوز إلا عن حب. أحبك مين ماسكك؟ ليش المهندس أيمن اللي عندك بالوظيفة شبه ما بينحى؟ قصير كتير وعيونه صغار، مو هذا فتى أحلامي. طيب وشو برامي ابن جيرانكم يعني؟ من شو بيشكي؟ مو قلتي لنا إنه طلبك مرتين ثلاثة؟ ليش عم بتنقي يعني وعم ترفضي؟ شاب موظف 3 أراني، يعني بيقبض 3 رواتب، شبه يعني؟ ما بعرف، ما ارتحت له، حسيته حمار شغل ومو شايف شي بهالدنيا. طيب هذا تركينا منه. اخي ابو عماد شبه؟ ليش كل مره عم ترفضيه؟ الله يسامحك يا ام يمان، هي اخرتي؟ اتجوز واحد متجوز؟ طالما رح يسكنك ببيت لحالك، شو المشكله بقى؟ خلاص يا جماعه، اتركوه على راحته بقى، يعني مو معقوله كل ما اجتمعنا نحن نفتح هالقصه. لك تسلمي لي يا ام عبيده، شو بتفهمي علي؟ حبيبتي ان شاء الله دايمه يا رب. الف صحه. عيني وفاء، اشري الله يرضى عليكي، ما لحقت اغسلهم غير بالمي. او اذا كان انا الجراثيم والميكروبات بتخاف مني، بعدين طول عمري باكل التفاح بلا غسيل، هلا بدي اغير عادتي؟ فظيعه انت، ما بتحبي تغيري شيء بحياتك. صح، هذا هو انا، كل شيء تعلمته وتربيت عليه ما راح اغيره، الشغله شغله مبدا، يعني بالمختصر المفيد ما راح اتجوز الا عن حب، والفواكه راح اضل اكلها بلا غسيل، والجبنه ما بحبها الا اذا كانت خضراء وبدون غلي، والكبه النيه بعملها بلحم بقر وباكلها هيك على التوكل. ليش؟ لانه نحن حياه وحده رح نعيش وما حدا بياخذ عمر الثاني. طفلي الله يعينك على عقلك. ها طب ايه فتحه الو نعم اهلين كوثر شلونك؟ تمام والله ماشي الحال. سمعتي اخر خبر؟ لا والله خير. وفاء اتجوزت. شو هالحكي؟ هيك وعلى السكه؟ ليك الدرسانه ليكي ما كان حدا حاذر عليها. ستي يلا، المهم ان لقيت فارس احلامها اخيرا. انو فارس احلامها هاد؟ قولي كركم احلامها. ليش مين اخذت؟ ابو ماجد تاجر زرار، هذا اللي بيقرب جوز خالتها. لا وعمره 65 سنه وفوق منها، متجوز وعنده اولاد. شو هالحكي؟ شلون وافقت عليه؟ على علمي ما بتتجوز الا عن حب، والشغله شغله مبدا. وهي تجوزت عن حب، حبت مصرياته وعقاراته. ستي المهم انها ضلت متمسكه بمبادئها العظيمه. وجماعه استقبالنا دريو؟ لا لسه، هلا رح اتصل فيهم. لا لا هيك خبريه ما بيمشي حال على التليفون، اعملوا استقبال استثنائي وفوق العاده كمان مشان نحكي بالموضوع. ايه فكره كتير ممتازه، هلا بعد ربع ساعه برجع بحكي معك. اوكي اوكي. طيب شو هذا زمن العجايب ها؟ المهم اخذت كركم احلامها. وهي شو؟ لحمة موزات عم بسلقها مشان الملوخية.
وشو حاططيلها؟ شقفة بصلة مشان الزنخة. بس شقفة بصلة؟ الله يصلحك ويهديكي. لكن شو بدها غير البصلة؟ شو بدها ليكو التهنة ليكو؟ كأنك خشي منه. عدي على صبيعك، بدها فلفل أسود وفلفل أبيض وبهار وجوزة الطيب وورقة غار وحب الهيل وقرنفل. كل هدول بدي حطهم؟ ايه طبعا وفوق طبعا، شو بكي مستغربه؟ بعدين انا ما باكل الموزات اذا ما تأشرت بكاملها، ما باكلها كبر للقطط، لانه قشرتها قاسيه وصعبه الهضم ومعتي وملكك. بقى الله يرضى عليكي، بعد ما تستوي حاولي تقشريها. تكرم عينك. عظيم جدا. وين الملوخية؟ جبت طبخة من الفريزر. لا 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 الله يصلحك. خير، ليش شو عملت؟ لأنه الملوخية بالذات ما بيسوى تتفرز، ما بيسوى. يمكن تشط ويمكن تمط. الملوخية اليابسة أحسن بكتير، بكتير أحسن. شو الحكي؟ ليش؟ اسألي. لأنها بتحتفظ بكل الفيتامينات اللي فيها. طيب على عيني، هلأ بحط ملوخية يابسة. كتير حلو وفقه، بس لا تنسي تغسليها 4-5 زوان، 4-5، لأنك ما بتعرفي قديش لقطة جراثيم من هون وغبرة من هون وبكتريات من هنيك وهي عم تتيبس، ما بتعرفي. شو عرفك؟ حاضر. إيه. الله يرحمك يا ستي فهمية. كانت المرحومة، انتبهي وفقه، هذا الدرس ببلاش. كانت المرحومة تقطف الملوخية بإيدها، تشك تشك، ورقة ورقة، وكل ورقة هالقد قدها، تقولي قد ورقة العنب مفلوشة فلش هيك، مو إنه تمسك العرق وتملشه ملش على أبو عماها. أبدا أبدا، ما في شيء من هاد. ينكسر ظهر المخلوقة وهي مربعة على الطراح الأنصاف الليالي وهي عم تقطف، وما في ورقة صفرة، ما في، كل ورقة خضرة مثل الزمرد. الله وكيلك. بعدين كانت تنقع الملوخية المقطوفة باللجن، اللجن الكبير، وتذوب الملح بقلب المي وتدب الملوخيات بهالميات وتخليها منقوعة شي 10 ساعات على القليلة. بعدين تاخذ لك هالملوخية بقى ستي وتصفيها بالمصفاية، وبعدين تفرشها على هالملاحف البيضة يلي بيشتهي الواحد يجيب مخدة وينام عليها، وتمدها بقى ستي بأوضة الضيوف، تقفل عليها بالمفتاح، ويا ويلو وصعوا، يا ويلو يا سواتيلو يلي بيسترجي يقتحم الغرفة على ملوخيات. اي والله بتصفقه بالمقلوبة على تمه حتى ينزل له الدم. الحق بعيدة الملوخية. وفقوا، الملوخية بتلقط غبرة وريحة وشعر، وما في أبشع من الشعر بقلب الملوخية. ليش مالك حاطة قمطة المطبخ على راسك؟ أنا كم مرة نبهتك؟ كم مرة فهمتك؟ بركي هر شي غريب من راسك؟ شو شايف راسي مقشي؟ لا محشومة، بس وينك؟ ما بتشوفي الطباخين شو بيحطوا على راسهم؟ بيحطوا على راسهم؟ هيك بدي اياكي انا. تكرم عينك، مثل ما بدك بصير. شو هي شو هي شو هي الخضرة؟ هي للسلطة؟ ايه للسلطة. لا تنسي ها، أول شيء بتنقعي الخضرة بمربنبرقلات البوتاسيوم. بعدين بتغسليهم بالمي والصابونة. واوعك تحطي نعناع يابس لانه بيكون معبى غبره، وبتكتري توم لانه منيحه كثير للضغط ولشغلات ثانيه بتهمني انا، وبتقللي الزيت مشان الريجيم، وخلي الليمون وسطها لانه كترته بتعمل قرحه، وقلته بتخلي السلطات حلوه، واخر شيء اخر شيء رشي رشه كمون او سماق تعطيها نكهة طيبة. تكرم عينك، لسه في شي تاني؟ لا وفقه ما في شي، مبدئيا ما في شي، بس أنا كل شوية والتانية بتعطل عليكي، ما بتركك.
شيت اني اتركك ما راح اتركك. بتتونسي بتوجيهاتي انت. فعلا يا جماعه ما كان حدا حاذر ابدا على وفاء انه الطب هالطب المشاعر. لا ولما طلبها اخي ابو عماد رفضت، قال شو؟ انا باخذ واحد متجوز. ايه ابو عماد اقل شيء اصغر منه بشي 10 سنين. يقولي 15 سنه. لا ولما دليناها المهندس ايمن قال هذا مو فتى احلامي، دخلك ومين طلع فتى احلامها؟ واحد ختيار مصوفن وكركم وفي مليون عله ورجل بالدنيا ورجل بالقبر دخيله. انه بس بدي افهم، شو اللي قلب لعقله بهالسرعه هي؟ لك مبينه واضحه مشان المصاري بدها يعني. والمبادئ اللي كانت تحكي فيها الحب والمب. ايه مرحبا مبادئ. لكن الناس لما بتشوف المصاري بينعم على قلبها، ومو بس بتنسى المبادئ، لكن بتنسى حالها كمان. بالله يا جماعه اتركونا بقى من سيرتها، مو معقول نقضي كل الاستقبال ونحن عم نحكي فيها. بالفعل بلا ما نحمل وزر الحكي عليها. خلونا نحكي بشي موضوع مفيد. معك حق. دريتوا انه صفيه رح تطلق من جوزها؟ ايه شو هالحكي؟ شو رايكم نروح نزورها؟ يا وفاء يا وفاء وفقه. خير شوفي دخيل عينك، ناوليني كاسة هالمي لاشرب الحبة تبعي. ايه تكرم عينك. هي المي من الحنفية؟ لا من البراد. إيه بس أنا يا وفاء ما بشرب من البراد، لأني إذا كنت عرقان وشربت مي باردة بينضرب حلقي وبيلتهم بالعومي، بصير عندي استعداد للإصابة بذات الرئة يا وفاء. طيب جيب لك من الحنفية؟ مو من الحنفية أنت التانية، فظاعة شو تصرفاتك هيك أحياناً، دجني دجتك العافية يا وفاء. ليش مو من الحنفية يا حزري؟ لانه ربك عليم قديش محشاي اساطل المي وسخ وتراب وصدي، هذا اذا ما فات اسطل المي بشي اسطل تاني. خدي بقى ساعتها على ميكروبات وجراثيم وفطور وبكتريات ورمل وحصى وقش وبحص. طيب فهمني هلا شو اعمل؟ افتح لك انينه مي مختومه؟ مختومه؟ وفاء شو جنينا يعني؟ هسترنا؟ شو انا يعني نلاقي مصاريه بالارض حتى اشرب ميه اناني مختومه؟ طيب شو الحل؟ شغله بسيطه اختي، ميه الحنفيه نفسها اغليها برديها وعبيها بالاناني، انتهت السيره. ولي يمكن احترق الحليب. شو وفاء احترق الحليب؟ لا الحمد لله. قديش غليتي الحليب يا ترى؟ ما بعرف مثل العادة. ما بصير مثل العادة، لازم ينغلى 30 دقيقة على القليلة يا وفاء. شو هو طبخة حتى ينغلى 30 دقيقة؟ لازم تحسبي حساب، لازم تحسبي حساب كل شيء يا وفاء. بركي هالحليب اخذينه مثلا من بقرة مريضة مجنونة، شو بيعرفنا نحن؟ شو عرفك انه ايدين يلي عم تحلب بزاز هالبقرة نظيفة؟ أبو السطل اللي عم يحطوا فيه الحليب ما عم يستعملوه لشي تاني. أبو ماجد هذا الحكي كان زمان، هلأ صار كل شي آلي، لا تمسه الأيدي. أي مرحبا آلي، ليش عرفاني أنت هالآلي منين جاي؟ ها وفاء؟ ولا إذا كانت منسقة أو معطرة أو عم تهرب زيت؟ لكن أنا على هالحالة لازمني وحدة تساعدني، ما في حكي. أعوذ بالله من غضب الله، ليش أنا بفوت مين مكان على بيتي؟ شو الحكي هذا يا وفاء؟ أنت بالذات لو ما كنتي مو من مكان ما كنت فتي لبيتي. أنا ما عم أقول لك مين مكان إلا ما نلاقي وحدة مستورة. ما عاد في حدا مستور بهالأيام، وبركي كانت حرامية وجاي تسرق، بركي أو هربانة من شي جريمة مثلا وجاي تتخبى عنا، بركي. لا وبيجوز تقوم بنص الليل ها تذبحني وتذبحك،
بجوز لانه ياما عم نسمع هيك سمعات وفوق. اشوف المراد كل الناس بتجيب لفايات. ما دخلني بالناس انا. من الناس انا ما دخلني. علي من حالي. كل واحد بيدبر بيته بمعرفته. مرته بمعرفته. وانا عم دبرك بمعرفتي مو بمعرفة الناس. بعدين والله يلي ما بيحسب ما بيسلم. حطي لي هالكلام حلق بإذنك الصغيرة، فهمتي؟ هون هون حطيه بهالإذن هون. جوازي محرزه. بتعرفوا يا جماعه انا بعد ما شفت هالشوفه قلت لحالي وفاء معها حق. ايه بلا مبادئ بلا بطيخ مبسمير. قولتي تصوري اخذت لي شب اندبوري منين كان بده يامن له هيك صالون؟ مش بعرفني ولا هيك عفش. اي شبكن يا جماعه؟ انا شايفه من اول خمس دقائق انقلب عقلكم. شبنا امبارح لسه كنتوا عم تحكوا عن مخلوقه وتنقذوها. لك امزح. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله فيكي وفاء. يا اموره يا شحروره كيفك؟ ان شاء الله مبسوطه. كثير مبسوطه. شو وينك يا مال؟ وين وقع على عصه؟ خير ان شاء الله. قال اعتذروا لي منا منا لا ماشي معلش. الله يسلمك. سلم عليكي كثير. ها والله القعده مو حلوه بلاها ابدا بصراحه. وين قهري؟ أني تفضل روح علي روح انا تسلمي ايديكي. هاتي الصحن. ليش عم تعذبي حالك وفاء؟ معقولة انت؟ معقولة جيتكم غالية. أهلا وسهلا. الله يسلم الإيدين يا رب. شلون؟ وحدة عدي لحتى نشوفك بقى. عدي ارتاحي. تفضل. يا أهلين. لك يا أهلا وسهلا فيكم. ليش هيك طعمة القهوة؟ شو بقى؟ يمكن مو معقدة منيح. معكم حق بس القهوة ما لازم تنغلى كثير لأنه بتضر. تفضلوا. ليكني عم باكل انا مالي مستحيه. اكيد هالمحلي بالسمن العربي ما هيك؟ لا ايو طبعا مو بالسمن العربي لانه السمن العربي بيرفع نسبه الكوليسترول. اصلا نحن السمنه كلها ما بندخلها على البيت من عين اصلا. لكن بشو عم تطبخي؟ بزيت الصويا او زيت عباد الشمس او زيت الذره المكرر. بس الاكل بهالحاله ما بيطلع مزكى يعني طيب. كل شي على العادة بيمشي حاله. أصلاً نحنا معظم عاداتنا الغذائية مو صحية. على فكرة وفاء قبل ما أنسى، ثلاثة جاي الاستقبال عندي. ها عاملة جيليه وجاتو وتبولة وكل شي كل شي. وعيب ما تجي؟ أي لا أيو أكيد بجي بس دخيل عينك. يا ريت تنقعي البقدونس بالملح والحمض لأنه ممكن يعدي بالكوليرا والتيفويد والتهاب الأمعاء. ولا تحطي فيها بندورة بيوت بلاستيكية لأنه سمعت إنه عم يعطوها هرمونات. وإذا حطيتي جنبها فجل لا تقصي ذنابه لأنه الفيتامينات كلها بدنا بالفجلة. وإذا رح تحطي موالح يا ريت تقللي الفستق لأنه بيرفع الشحوم الثلاثية بالدم. وتقللي البزر الأسود لأنه بيعمل كتام. وتكتري الكاجو لأنه بنشط الذاكرة. وينك اذا كان بلا جيلي بيكون احسن لانه فيه ملونات وشحوم بقريه. ويا ريت كمان تقللي البيض بالجاتو مشان ما يعمل حرقه بالمعده. ولا تحطي كريمه لانه نسبه الدسم فيها عاليه كتير. لا تاخذوني يا جماعه اذا كنت هيك عم دقق زياده بس انا هيك بحب كل شيء على اصوله. والشغله شغله مبدا. كل شيء بهالحياه اساسه المبدا.